الوالدة رحمة الله عليها كان لها تطلعات، كانت ترى أننا لا نكون فلاحين لا نكون مهنيين، كانت تطلع الوالدة أننا نكون موظفين. فكانت حريصة على تعليمنا. وكان لها أثر كبير في تعليمنا سواء أنا أو أخواني. والحمد لله ما خاب ظن فينا سواء أنا أو أخواني، والحمد لله تعلمنا وشقينا طريقنا بالحياة، و يعني كلهم الحمد أخواني كلهم أخذوا الدراسة الجامعية، منهم هو أخذ دكتوراه ومنهم هو اكتفى بالجامعة، والحمد لله. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.